كان الأول مدفع رمضان الأكبر من ده، ولكن سبب بعض المشاكل هنا بسبب ضربته الكبيرة صدعت بعض الزجاجات والنوافذ بتاعت البيوت. ولكن شكرا يعني بنشكر إدارة الحماية المدنية إن هي جابت المدفع الصغير برضو عشان ترسم البهجة والبسمة على أهالي شعب الأقصر. ومن وقتها إلى وقتنا هذا بجبنا المدفع الصغير ده، كل يوم قبل المغرب بيتم ضرب المدفع طلقة واحدة لإنذار الناس إن ميعاد الإفطار قد اقترب. بحب أجي والله كل يوم يعني عشان أشوف البهجة بتاعت رمضان ونتجمع الناس والروح الحلوة بتاعت رمضان. وإحنا والله يعني كل يوم بننتظر هنا قبل المغرب يعني بعشر دقائق بنشوف ضربة المدفع كل يوم، والأهالي هنا بتتعرف على بعض وبنحس بأجواء رمضان. وأحب أقول يعني للشعب المصري والأمة الإسلامية كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله يعود علينا وإياكم الأيام بخير. أحب أجي أشوف المدفع وهو بيضرب، طبعا دي زي ما تقول عادة يعني كل سنة الواحد بيتشرف بيشوف المدفع وهو بيضرب هنا طبعا، والناس والأهل والأقارب والأصحاب والناس بتبقى كلها فرحانة ومبسوطة بضربة المدفع. بنجيب الأولاد وبناجي نتفرج طبعا، وزي ما انت شايف طبعا ده الشارع، طبعا ده شارع رئيسي اللي هو رايح الأقصر وعبر مشاو اللي راجع من الأقصر بيتفرج طبعا ويشوف المدفع ويشوف الدنيا في رمضان، والناس بتبقى مبسوطة اللي راح يجيب عصير واللي راح يجيب حاجات عشان خاطر رمضان وكذا. فاحنا بنبقى مبسوطين بضربة المدفع، لأن المدفع طبعا بيسلم على الناس وكذا والأهالي يعني ليه هيبة برضو زي كل سنة برضو.